عندكم مشاكل في استيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية؟ الشحنات دايماً بتتأخر وتعبتوا من روتين المعاملات وكثرة الأوراق؟ العملية هلأ صارت أسهل بكتير. وزارة الزراعة بتقدم لكم خدمة إلكترونية جديدة اللي من خلالها تقدروا تحصلوا على شهادة الصحة النباتية الإلكترونية والمعروفة بالإيفايتو. كل اللي مطلوب منكم سواء كنتوا في البيت أو في الشغل تسجيل شركتكم أو هويتكم من خلال الرابط jo.efytoexchange.org، وبمجرد تعبئة البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة بيصير عندكم حساب خاص لكم على المنصة، وبهيك تقدروا تقدموا طلب شهادة صحة نباتية. بعد عملية التفتيش رح تقدروا تحصلوا على شهادة الصحة النباتية الإلكترونية اللي بتحتوي على توقيع رقمي وكيو آر خاص، وبتم إرسال هاي الشهادة عبر نفس النظام للبلد المستورد، وبهيك بيقدر المستورد يتأكد منها وبيصير نقل الشهادات أسرع وأدق، وهالشي بيقلل الوقت والتكلفة عليكم وعلى الوكالات الحدودية. عزيزي التاجر، إصدار شهادة الصحة النباتية الأردنية من خلال هذا النظام بيقلل الخسائر والاحتيال، وهي ضمان لوصول شحناتكم بسرعة وبصحة جيدة. حتى تعرفوا معلومات أكثر زوروا موقع الوزارة www.moa.gov.jo أو تواصلوا معنا على الرقم 06-56-86-151 فرعي 284 أو من خلال الإيميل ifaito@moa.gov.jo.